استاذ محمد، انت ذكرت طبعا منتخب فرنسا هو اللي حصل على البطوله في النسخه الاخيره. النسخه اللي احنا فيها ولا كانت الدنمارك؟ لا، الدنمارك حامل اللقب. انما فرنسا وصلت للنهائي، فرنسا صح كده؟ بالظبط. قوام منتخب فرنسا السنه دي مع النقص العددي اللي موجود بسبب اصابات كورونا، هل ده هيأثر على ادائهم؟ هل انت شايف انه مش هو ده منتخب فرنسا اللي شفناه في النسخه اللي فاتت؟ طب انا مش عايزين ناخدها على منتخب فرنسا بس، كورونا مأثرة على كل المنتخبات، يعني حتى المنتخب اللي ما عندوش غير يعني الدنمارك برضو في افضل لاعب عنده هيغيب، مش بسبب كورونا، بسبب اصابه عاديه قطع في الرباط الصليبي، فعنده غيابات. كل المنتخبات متاثره، حتى المنتخبات المكتمل صفوفها متاثره ان هي ما عملتش اعداد. يعني احنا برضو بنتكلم على منتخب مصر، منتخب مصر برضو ما عملش الاعداد اللي احنا كنا نتمناه، طبعا بسبب الظروف، السفر والطيران وكورونا والمنتخبات، ما كانش في اعداد للمنتخبات. فكل الظروف دي كلها على كل المنتخبات، يعني مش هنحصرها على فرنسا او الدنمارك او اي منتخب، كله متاثر بكورونا. والجميل ان كله ظروف واحده، يعني كل الظروف ده ظرف عالمي والكل متاثر بيه. طيب احنا من اللعيبه اللي يعني خدت صيت شويه خلال البطوله السنه دي كان لاعب منتخب كونغو الديمقراطيه وهو جوتييه موفوبي، ده لسبب وزنه زايد شويه، هو يعني بيلعب على خط، بيلعب على الدايره وهو يعني من خلال الصور اظهرت ان هو يعني بيتمتع ببنيه خلينا نقول عريضه شويه ووزنه ازيد من الطبيعي، لفت نظر الناس كلها. طبعا كان يعني، واحنا عندنا تقريبا صورته دلوقتي على الشاشه، حط انظار وخطف الانظار كلها بصراحه بسبب الوزن الزايد. يعني يمكن حتى هو متسجل 110 كيلو، بس انا بقول لك هو مش 110 كيلو، هو 135 كيلو. دي معلومه مؤكده. هل الرياضه بتسمح بكده ان هو يبقى وزنه يتخطى ال 120 كيلو عادي؟ مفيش مشكله، يعني مفيش ما يمنع لائحيا ان هو يشارك في البطوله بالوزن ده. ولكن طبعا هو بالنسبه له، هو لو اقل من كده طبعا هو محتاج ان هو طبعا يخس، يعني 30 35 كيلو يخسهم، لان وزنه فعلا زايد جدا. المركز ده بيتطلب ان يكون في بنيه قويه، ان يكون في وزن اتقل من باقي المراكز الثانيه، ولكن مش بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هو عامه لفت نظر كتير من متابعي السوشيال ميديا، لانه الناس افتكرت ان الصوره متركبه. لا لا لا، هو كده، وهو اعترف ان هو يعني هو ما شاء الله بنيه والكوره مش باينه في ايده زي ما احنا شايفين. هو يمكن حتى اعترف ان هو ظروف كورونا والقعده وعدم التدريب هي اللي سببت ان هو وزنه زاد بالطريقه دي، وان هو بيسعى ان هو يخسس او ان هو وزنه ينزل، لان فعلا وزنه زياده جدا. وده ما ينفيش ان هو ممكن عنده موهبه او عنده حاجه كويسه بيقدمها. هو امبارح برضه قدام الارجنتين كان جاله اربع كور، جاب اربع اهداف، يعني هو كان 100% احراز الاهداف، نسبته 100%. ممتاز. ولكن طبعا الوزن هو